تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، قدمت مصر مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرا. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين، وصلت إلى ميناء بورسودان بدولة السودان سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية من ميناء سفاجة بقاعدة البحر الأحمر البحرية، محمل عليها مئات من الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجامعة الدول العربية وجمعية الهلال المصري والسفارة السودانية بمصر، وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجاً بدولة السودان الشقيق. من جانبهم أعرب المسؤولون عن تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومة وشعباً. هذا اليوم نستقبل واحدة من المساعدات من الإخوة والأشقاء في دولة مصر، وده ليس أول دعم وسند يجد السودان. في خلال أزمات سابقة وخلال أعمال سابقة تلقى السودان دعم وسند من الإخوة والأشقاء في مصر على المستويين، على مستوى المواطنين الموجودين داخل السودان وعلى مستوى كذلك المواطنين اللي بيلجأوا لمصر العربية بأعداد كبيرة في هذه الفترة. معظم المساعدات الطبية والصحية التي وصلت البلاد هي من خلال الأشقاء في دول الإقليم ومن بينهم مصر العربية. كذلك هنالك دور كبير جدا لعبته مصر مع السودان خلال هذه الفترة، وهي تحريك الدعومات العالمية عبر المنصات المختلفة على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. نحن شاكرين لجمهورية مصر حكومة وشعب ومانحين ومتعاونين ومنظمات. احنا سعداء اليوم باستقبالنا للإخوة الأشقاء جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية الهلال الأحمر المصري، وفي معيتهم هذه الباخرة الضخمة التي تحمل أكثر من 200 طن من المواد الغذائية والطبية للشعب السوداني. ونحن في جمعية الهلال الأحمر السوداني سنتولى توزيع هذه المساعدات على 13 ولاية مختلفة في السودان من أجل مساعدة وإنقاذ الأرواح التي تحتاج لمساعدة في الشعب في السودان. بداية نتوجه بالشكر والتقدير لإخواننا وشقائنا في مصر، خاصة السلطات المصرية، وأيضا نتوجه بالشكر لإخواننا أيضا في الهلال الأحمر المصري على جهودهم التنسيق وتشاور في إيصال هذه المساعدات بحمولة 190 طن مقدمة بدولة الكويت بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو. والشكر موصول لإخواننا في الهلال الأحمر السوداني على توصيل إيصال هذه المساعدات ومتابعتها على الأرض لتوزيعها على أخواننا المحتاجين في السودان. يأتي ذلك انطلاقا من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات.